السلام الله عليكم، مرحبا بكم في قناة كارمن جوليا قارئة التارو والكوتشينا. إذا كنت الأول مرة تشاهد الفيديو بتاعنا، نطلب منك فضلا وليس أمرا أن تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد منزل، سواء فيديوهات لتوقعات الأبراج أو شتى المواضيع أو إشارات البث المباشر اللي بنعمله للإجابة مجانا على سؤال واحد يخصكم. فمرحبا بكم معنا. النهاردة عندنا تحكي للعقل الباطن للطرف الثالث. حتكون القراءة حسب أول حرف من اسم الشريك الطرف الثاني الذي تحبونه أنتم، لأنه في ناس بتقول لي أنه ما يعرفوش اسم الطرف الثالث. تمام، حيكون الاختيار مجموعة أولى حسب أول حرف من اسم الطرف الثاني بتاعكم، الحبيب، العشيق، الزوج، من الأحرف الموجودة في الشاشة، أو اختيار البيضاء الوردية دي من حجر العقيق. مجموعة ثانية الحجر الأزرق ده، البيضة الأزرقاء دي، أو أول حرف من اسم الحبيب، الشريك، الزوج، من الأحرف الموجودة في الشاشة. نبدأ على بركة الله مع أصحاب المجموعة الأولى اللي اختاروا البيضاء الوردية أو البنية حسب ما ترونه على الشاشة. لكي لا تختلط الأمور عندكم سأفسر لكم حاجة. المشاهد لهذا الفيديو هو الطرف الأول في القراءة وليس في العلاقة، عشان تعرفوا تصنفوا نفسكم في القراءة لما نكون نتكلم على الطرف الثالث وعلى الطرف الثاني ومن هو الطرف الأول. أنتم الطرف الأول في القراءة وليس في العلاقة. الشريك هو الطرف الثاني، يعني الذي تحبونه، والطرف الثالث هو الطرف الثالث الذي مع الحبيب. تمام، هنختار ثلاث كروت تمثلكم عشان ما تتلخبطوش، لان مع كل الجهود اللي بنعملها بتيجي واحده تقول لي ما تقوليش الشريك قولي الحبيب لاني بتلخبط. كل احتراماتي، ما تزعليش، هيعمل بيكي ايه لما كل الشروحات دي وما تفهميش؟ يعني هيعمل بيكي ايه؟ ما حاولوا تطوروا من نفسكم شويه، يعني الناس اللي بتقول لي الكلام ده احتراما للاخرين. المهم، المشاهد هو الطرف الأول في القراءة، الكارت ده يمثلك. الشريك، الحبيب، الزوج، الكارت ده يمثله. الطرف الثالث، الكارت ده يمثله. تمام، سنضيف ثلاث أوراق للكروت دي ونشوف طاقة العلاقة حاليا. أعتذر عن صوت الجيران، أنتم متعودين. نحط أربعة، ما فيش مشكلة. نخرج الكروت كلها مع بعض. كده، ونشوف طاقة العلاقة حاليا. غالبا البعض منكم، مش كلكم، عشان تيجي الكروت متتالية، غالبا البعض منكم مش كلكم، انت في علاقة مع رجل متزوج، عندك رغبة او عندك علاقة غرامية مع الرجل ده، وحيرة يعني في الكلام اللي بيقوله لك. مرة يقول لك هطلق مراتي، مرة هيقول لك كلام، ودلوقتي انت يعني بدأت تشكي في تصرفاته، في رغبته الحقيقية، على انه طمع فيك جسديا وليس حاجة اخرى. البعض منكم بتفكر كده. البعض الاخر، انت زوجة ثانية او زوجة الاولى وهو متجوز، وسمعت انه ناوي يتجوز مرة ثالثة او مرة رابعة، فانت دلوقتي في حيرة وقلق ومش عارفة تعملي ايه. الشريكة والحبيب هنا يعني حطك انت والطرف الثالث في نفس المستوى، في نفس القيمة، لكن هو شايف نفسه أحسن منكم انتوا الاثنين، شايف انكم انتوا الاثنين بتكملوا بعضكم. وغالبا في العلاقة دي القلة القليلة 5% أو 3%، الحبيب ده، الزوج ده،
غالبا بكل احتراماتي عاوز يجمع ما بينكم في فراش واحد. للأسف. تمام، اعتذر عن صوت الجيران، من الصبح وانا بستنى فما كانوش عاوزين يسكتوا. المهم هنبدأ اولا بالطاقة العامة بتاعتكم انتوا، بعدين نشوف طاقة الزوج او الحبيب، وبعدين ندخل في طاقة الطرف الثالث عشان نهكرها. يلا، اعتذر عن صوتي فانا تعبانة زي ما انتم عارفين، عملت عمليات جراحية وبتعب بعض الاحيان. تمام، طاقتكم انتم حاليا، طاقتكم هنشوف. يلا، طاقتكم الرئيسية انتم المتفرجين على هذا الفيديو، ذا هايك بريستس، زي ما قلت لكم عاوزين تعرفوا لب الموضوع او تعرفوا حقيقة العلاقة دي اللي انتم فيها دلوقتي. من هو الظالم، من هو المظلوم، ايه المستخبي وراء يعني تصرفات الطرف الثاني بتاعكم، تصرفات الطرف الثالث، وايه اللي لازم انتم بحد ذاتكم تعملوه. دي طاقتكم انتم الرئيسية. هنشوف كمان ما وراء تفكيركم وتصرفاتكم وما يحدث في حياتكم. يلا، قلت لكم انتم في حيرة كبيرة، شايفين ان الحبيب ده او الزوج ده او العشيق ده عنده يعني انجذاب لعدة فرص في حياته، بيحب الستات كتير وعنده فرص يعني يتعامل أو يتواصل كتير مع الستات، وغالبا يعني الإنسان ده أنتم بتتواصلوا معاه كمان في عبر مواقع التواصل الاجتماعي. غالبا يعني أنتم في فرق سن ما بينكم أو فرق في مكان التواجد، أعتذر منكم، في فرق في التواجد أو مكان التواجد أو في الشخصية أو في التفكير، أعتذر، في فرق سن ما بينكم أو فرق في العقيدة أو حاجة زي كده، وغالبا توقف التواصل ما بينكم ما بين الطرف الثاني بتاعكم. البعض منكم هي متزوجة وتستنى كارما سواء للزوج أو العشيق ده أو الحبيب ده، اللي بتستنى كارما الحبيب الظالم ما تستنيهاش يعني بكل احتراماتي، لانه في الكتير بيقولوا لي اعملي لنا في القناه بتاعك كارما الحبيب الظالم. وبكل احتراماتي فكري كويس في الجمله دي، الحبيب الظالم يعني لا تربطوا بك علاقه رسميه شرعا وقانونا من عند ربنا، فازاي تطلبي من ربنا انه يحاسب انسان كنت انت معه مشتركه في علاقه محرمه؟ هنا عندكم حساب وعقاب انتوا الاثنين. حاولي تستغفري ربنا وترجعي لربنا وتطلبي ربنا انه يحط لك الانسان اللي هو كفء بك عشان يتجوزك وما ياخدكش معاه في الحرام. كل احتراماتي، فما فيش كارما الحبيب الظالم، ما تستنوهاش. بكل احتراماتي نكمل. غالبا الحبيب ده او الشريك ده او الطرف الثاني بتاعكم حاسين انه في حاجه مفرقه ما بينكم انتوا الاثنين، علاقه اني واوف كتيره، البعض شاكك في سحر تفريق، البعض شاكك في السحر ربط عن الجواز، مش عارفين، كل مرة يديلكم تبريرات، مش عارفين تخرجوا من القوقعة اللي انتم ادخلتم نفسكم فيها، وغالبا بتستنوا من سيختار انتم او الطرف الثالث. دي طاقتكم انتم. نشوف دلوقتي طاقة الطرف الثاني بتاعكم. طاقة الطرف الثاني بتاعكم، طاقته الرئيسية، غالبا الإنسان ده لا بيحب يتكلم ولا يشرح ولا أي حاجة، شايفينه إنسان غامض،
مش قادرين تتواصلوا معاه، ولا مش قادرين توصلوا معاه لأي نتيجة أنتم عاوزينها. فالإنسان ده غالبا إنسان نرجسي، بيفكر في نفسه إلا في نفسه بس، وحاسين إنه فيه في غموض، وده حاجة مخبيها عليكم. لأن البعض منكم دخل على هذا الفيديو كفضول بس، لأنه عندكم إحساس بوجود طرف ثالث لم يتأكد ذلك لكم، للبعض منكم مش كلكم. تمام، نشوف الكروت الأخرى بتقول لنا إيه على الإنسان ده. أو زي ما فكرتم أنتم في طاقتكم، الإنسان ده زير نساء، عنده يحب تعدد العلاقات، ما بيحبش يعني يقعد إلا في علاقة واحدة. أهو قلت لكم إنسان نرجسي متكبر متعجرف، ما عندوش استعداد للكلام، أي حاجة يعني تحصل في العلاقة يفضل الانسحاب، لا يفسر ولا يبرر ولا يشرح دايما، ودايما يجري وراء الاقتراحات الجديدة اللي هي قدامه، لأنه إنسان بيحب مغرور بشخصيته، بيحب لما يكون مع طرف تاني والطرف تاني ده معجب به خلاص، زي الصياد كده لما يكون يجري وراء فريسة يعني يمسك الفريسة في إيده، لما يمسكها في إيده خلاص يزهق منها ويدور على فريسة أخرى. فالرجل ده بيحب الطريقة دي. تمام، نشوف دلوقتي تهكير العقل الباطن للطرف الثالث، ونشوف ايه اللي مستخبي ورا الطرف الثالث. الطاقة الرئيسية بتاع الطرف الثالث، الطرف الثالث ده يعني هو وطاقته وطاقة الطرف الثاني بتاعكم يعني نفس الطاقة، فعشان كده متمسك الطرف الثاني بالطرف الثالث، موريله النجوم في عز الظهر. يعني الطرف الثالث دي إنسانة ما بتتنازلش على حقوقها، إنسانة تفرض نفسها، فعشان كده منجذب ليها الطرف الثاني بتاعكم اكتر ما هو منجذب ليكي او لست اخرى. تمام، قلت لكم شوفوا سبحان الله ازاي بيقابل الطرف الثالث الطرف الثاني بتاعكم، رافض اي حاجه تيجي كده من عنده بدون ما يكون هو راضي بها الطرف الثالث. وشوفوا يا سبحان الله، ربنا ادخل الطرف الثالث ده في حياه الطرف الثاني بتاعكم لكي ينتقم منه ككارما، عشان يحس بالظلم اللي ظلمكم بيه. لان غالبا زي ما قلت لكم الطرف او الثاني بتاعكم إنسان متعدد العلاقات، دايما يعني بيأذي الناس كده، زي ما نقول إحنا gratuitement يعني بدون مقابل أو بدون وصول إلى نتيجة يعني أو شرح ليه الفعل بتاعه ده في تعامله مع الآخرين بالطريقة دي. زي ما قلت لكم غالبا الطرف الثالث هنا عاوز ينتقم من الطرف الثاني بتاعكم، لأن الطرف الثالث كان في علاقة سابقة مع طرف آخر، وهو دلوقتي يعني منفصلة مع طرف الإكس بتاعها، وهي دلوقتي تنتقم من الطرف الثاني لتصرفات عملها الطرف الثالث بتاعها هي. أوكي، ناس هيتلخبطوا كمان ويقولوا لي مش فاهمين حاجة. الطرف الثالث بتاعكم كان عنده حد في حياته وانسحب من حياته وآذى الطرف الثالث، الطرف الثالث ده هو دلوقتي في علاقة مع الطرف الثاني بتاعكم ينتقم منه، زي ما لو كان هو الطرف اللي انسحب من حياته، يعني انتقاما من أي إنسان يدخل في حياته في حياتها تنتقم منه، لأنها دلوقتي شايفة كل الرجالة زي بعض، فدلوقتي مش عاوزة
يحصل لها زي ما حصل مع الاكس بتاعها، وعاوزة تكون هي صاحبة القرار، لانها عانت كتير في علاقة سابقة. وغالبا الطرف الثالث للبعض منكم هي عشيقة مش زوجة، وإذا كانت زوجة فالزوجة دي في يعني في فرق في مكان التواجد، أو فرق في الجنسية أو حاجة زي كده. غالبا الطرف الثالث ده عاوز يأخذ كل ما هو نافع له من عند الطرف الثاني، مش عاوز يسيب الطرف التاني، لانه شايف انه تصرفاته مع الطرف التاني الطرف التاني عجباه، يعني الحركات دي. الطرف التاني بتاعكم ما بيحبش واحدة بصبورة وحنينة ومش عارفة ايه، لا، عنده غريزة بتصحى لما يكون يتعامل مع امرأة قوية، بحس برجولته، بحس انه يعني لقى الامرأة اللي تستحقه، فعشان كده هو منجذب اكتر للطرف الثالث عليكم انتم او على اي امرأة اخرى. فالطرف الثالث هنا في طاقتها عاوزة اولا تنتقم من الطرف الثاني بتاعكم بسبب اكس بتاعها. في ايه كمان؟ اعتذر لانقطاع الفيديو، نكمل القراءة بتاعتنا. زي ما قلت لكم غرض الطرف الثالث هنا عاوز يعمل مستقبلا حاجة، أو عمل مؤخرا حاجة، لأن الوقت اللي بشوفه هنا في الكروت يعني الفعل ده في الوقت قريب، يا إما اتعمل منذ مدة قصيرة يا إما هيتعمل بعد مدة قصيرة. وهو زي ما نشوف الكارت هنا The Queen of Swords، قطع قرار قطع الولادة، أو تأثير عمل سحر للتأثير على الأولاد أو الخلفة أو حاجة زي كده. عفوا، دي لمين؟ ليكم انتم، لاولادكم انتم. فما تقولوليش من فضلكم في التعليقات ليه انت خضيتيني ومش خضيتينيش، وانا بقول لك الكروت بتقول ايه، ودي توقعات يعني مش تنبؤات. خذوا ما هو لكم واتركوا ما هو لغيركم. فهنا في قرار من الطرف الثالث انها تعمل حاجه ليكم انتم، يا اما او عملت حاجه ليكم انتم، يا اما عشان ما تخلفوش، يا إما عشان تضركم وتضر أولادكم، لأنها شايفة إنكم طولتم مش عاوزين تخرجوا من العلاقة، متمسكين بهذه العلاقة للي هم متجوزين. تمام. طب إيه كمان؟ قلت لكم عاوزة تخرب لكم بيتكم، أهو الطرف الثالث هو بحد ذاته، أهو سحر، شوفوا سبحان الله الكلام بيتأكد. عشان تنسحبوا انتم من العلاقة وتفوت تفوز هي بالطرف التاني بتاعكم، في سحر اتعمل لكم هنا منذ مدة قصيرة. ليه قلت لكم منذ مدة قصيرة؟ زي ما نشوف هنا البرق ده، احنا لما نشوف البرق نشوفه في لمحة البصر، يعني بسرعة في وقت قصير جدا. فهنا يعني اما منذ مدة قصيرة عمل لكم سحر أزم الأمور عندكم، يا إما سيعمل سحر عن قريب يؤزم الحياة بتاعكم مع الشريك مع الحبيب، ويضيع لكم يعني بعض الأمور. مش عاوزة أخوفكم يعني، بس السحر ده اللي اتعمل أو اللي هيعمل هو سحر قوي، فحاولوا تحموا نفسكم من ده، أو تحاولوا تنزعوا الحاجة دي قبل ما تيجي وتتحصنوا نفسكم، مش انتم. شوفوا اي معالج يعمل لكم الحاجة دي. اهو قلت لكم القرار اخذ، The Queen of Swords وال King of Swords، يعني القرار اخذ، يا اما تجديد سحر عمل سابقا، يا اما بداية في عمل سحر عشان يدمر العلاقة ما بينكم وما بين الطرف الثاني بتاعك، سواء كنتم متجوزين او غير متجوزين. وغالبا اللي هم مش متجوزين هنا الطرف الثالث هيعمل لكم ربط عن أي معاشرة جنسية أو جواز أو تقدم في الحياة، فردوا بالكم من الحركات اللي هتعملها الطرف الثالث. تمام، نشوف دلوقتي ما هي الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي 100%.
80%، 60%، 50%. الأبراج بتاع الطرف الثاني بتاعكم، مش أبراجكم أنتم. الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي 100%، برج الميزان، برج الحمل، وبرج الثور. 80% برج الجدي، برج العذراء، عفوا جوزاء، وبرج الدلو. 60% برج الحوت، برج السرطان، وبرج القوس. أما 50% برج الأسد، برج العقرب، وبرج العذراء. إلى هنا وصلنا نهاية القراءة الأولى، نمر لأصحاب القراءة الثانية. اللي اختاروا أول حرف من اسم الشريك الموجودة في الشاشة أو حبة البيض دي الزرقاء. زي ما شرحت لأصحاب المجموعة الأولى وبشرح دايما في الفيديوهات بتوعي، المشاهد هو الطرف الأول في القراءة وليس في العلاقة. فالكارت ده بيمثلكم أنتم، الكارت ده يمثل الشريك بتاعكم، والكارت ده يمثل الطرف الثالث بالنسبة ليكم أنتم. تمام. الأحرف حسب أول حرف من اسم الشريك لأنه هو القاسم المشترك ما بينكم وما بين الطرف الثالث. هنشوف أولا طاقة العلاقة ما بينكم أنتوا التلاتة عاملة إزاي. سنضيف ثلاث كروت للكروت بتاعكم عشان نشوف طاقة العلاقة. نضيف كارت من هنا وكارت من هنا ونخلطهم مع الكروت بتاعكم. قاعدة ذر من الأصوات اللي بتسمعوها بتاع الجيران، ربنا يفرجها على الجميع. يلا طاقة العلاقة، طاقة العلاقة ما بينكم. غالبا الطرف الثالث هنا هو سبب الخلافات الموجودة ما بينكم ما بين الطرف الثاني بتاعكم، لأن غالبا الطرف الثاني بتاعكم هو في علاقة مع، يا إما متجوز مع الطرف الثالث يا إما بيروح لها للبيت، وغالبا فيه أسحار عملت للطرف الثاني بتاعكم، وفي كلام قيل له عنكم إنكم عندكم علاقة مع طرف رابع، فالأمور متلخبطة، وانتم أصلا كنتم ساعدتم الطرف الثاني بفلوس، لكن سمعتم من البعض منكم إن الفلوس دي بيعيش بيها أو يدلل بيها الطرف الثالث، وأثار ذلك غضبكم، لأن غالبا البعض منكم إدى فلوس للطرف الثاني، والطرف الثاني أصبح يغنج أو اشترى بيت أو بنى فيلا أو حاجة زي كده للطرف الثالث، وده اللي أهركم من الداخل. دي طاقة العلاقة حاليا. هنشوف دلوقتي طاقة كل واحد فيكم، بعدين نشوف ماذا يعني يحضره الطرف الثالث، أو هل في شيء يحضره الطرف الثالث للعلاقة دي. طاقتكم أنتم أولا، طاقتكم الرئيسية كارت برج الدلو. عاوزين تتخلصوا من كل الحاجة السلبية اللي عندكم، يا إما عزمتم أو عملتم عمليات نزع السحر أو بتفكروا في ذلك. غالبا زي ما شوف الست دي تتخلص من حاجات، غالبا عندكم حاجة عاوزين أو حاجات عاوزين تغيروها في حياتكم، وانتم بتصلوا وتدعوا ربنا على أن يساعدكم على ذلك. غالبا يعني سبب عدم خروجكم من العلاقة دي للبعض منكم هي هما الأولاد، يعني ما عندكمش مش ثقة في نفسكم، ما عندكمش يعني إمكانيات على إنكم تقدروا تعيشوا أولادكم لو خرجتم من العلاقة دي. أهو خارج من مكان فيه إلا بنتكل واحد. طاقتكم الحالية أصحاب القراءة الثانية، البعض منكم هم متجوزين وخايفين تخرجوا من العلاقة دي وتاخدوا حريتكم، لأنه عندكم أولاد ومش عارفين يعني هل حتقدروا على المسؤولية دي ولا لا، لأن غالبا البعض منكم
تعودتم يعني بحكم العادات والتقاليد انكم ما بتشتغلوش، ما درستوش، ما عندكمش امكانيات، يعني ما عندكمش شهادات عشان تشتغلوا، وما تعرفوش اصلا يعني ميدان العمل ويعني وازاي تتصرفوا. فغالبا زي ما قلت لكم هنا، البعض منكم ساعد ماديا الزوج ده او الحبيب ده، غالبا اللي هم متجوزين عندك طفل او طفله، طفل او طفله، والبعض منكم الانسان ده عاوز يحرمكم من اولادكم، يا اما بطريقه قانونيه، يا اما باغراء الطفل ده بالهدايا والفلوس والحاجات دي. لكن انتم دلوقتي مش عارفين تعملوا ايه، يا اما تخرجوا من العلاقه، يا اما تتقدموا في العلاقه دي، يا اما تعرفوا ما هو مستخبي ليكم، اعتذر عن صراخ الكلام، ما هو مستخبي ليكم في طريقكم مستقبلا. مش عاوزين تعملوا اي خطوه الا بعد يعني ما تعرفوا عبر مثلا قنوات الترو او عبر فيديوهات زي دي ايه اللي مستخبي عليكم. خايفين تخرجوا من العلاقه وتلقوا نفسكم انكم حطيتوا في نفسكم في فخ مش هتقدروا ترجعوا للوراء وتصلحوا الغلطه بتاعتكم. عندكم تردد في الانسحاب من العلاقه. عفوا. والبعض منكم غالبا عمل عمليه جراحيه مؤخرا او هيعمل عمليه جراحيه مؤخرا. نشوف دلوقتي طاقه الطرف الثاني بالنسبه لكم انتم او بالنسبه للطرف الثالث. طاقته حاليا طاقته الرئيسيه ندم شديد. الراجل ده ندمان، ندمان جدا وزعلان جدا منكم. هو دلوقتي لا يأبه للخطورة اللي وصلت ليها العلاقة. زي ما شوف كده الإنسان ده يعني قاعد لوحده كده بيفكر وندمان وكل حاجة، لكن مش شايف الإنسان الذي يغرق هنا. يعني هو غير منتبه، مش متوله اللي قالت عليه العلاقة. فهو دلوقتي بيفكر فيكم في العلاقة، يعني إنه خلص ما فيش أمل في العلاقة، ومش عارف يعني ليه العلاقة وصلت للنقطة اللي هو فيها دلوقتي، اللي وصلت ليها العلاقة دلوقتي. شايف ان العلاقة بتاعتكم علاقة قدرية من عند ربنا، كانت مكتوبة من عند ربنا. لما اقول علاقة قدرية او زواج قدري، في ناس ما تفهمش اصلا ما معنى زواج قدري او حاجة قدرية. لما نقول قضاء الله وقدره، ربنا قضى ان تحصل الحاجة دي وقدر انها تحصل، يعني ربنا مقدر ان العلاقة دي من تكون من عنده، يعني مكتوب لكم من عند ربنا تكونوا متزوجين ازواج قدرية، مش حاجة مش كويسة، لا، ربنا كاتب لكم ان الحاجة دي تكون ملككم انتم، او الجوازة دي تكون ما بينكم انتم، مشرعة من عند ربنا. زي ما قلت لكم الإنسان ده ندمان على الفراق بتاعكم، وغالبا بيمر بأوقات صعبة مؤخرا مش عارف يعمل إيه. والبعض منكم مش كلكم، يا إما هو معاكم في الفيديو ده بيشاهد الفيديو ده، يا إما هو كمان مع زيكم بيدخل في قنوات الترو عشان يشوف أو يروح عند الحكماء كده أو اللي بيعملوا قراء الترو أو حاجات زي كده عشان يعرف ليه العلاقة بتاعتكم قالت إلى النقطة اللي هي عليه دلوقتي، ليه ماديا حياته ما أصبحت يعني أصبح ما فيهاش توازن، سواء في العمل سواء في الصحة سواء في أي حاجة هو فيها. نكمل قراءة، اعتذر. زي ما قلت لكم احتمال الإنسان ده هو زيكم كده من قناة لقناة أو من قارئ ترو لقارئ ترو عشان يعرف إيه اللي حصل في القراءة في العلاقة. عفوا. زي ما نشوف الرجل ده بيبص على البنتكل ده زي ما لو كان مرايا أو تليفون كده، زي ما أنتم ماسكين التليفون ويبص في إيه عشان يقدر يتقدم قدامه في العلاقة الثلاثية دي اللي هو فيها دلوقتي. غالبا عامل نوع من المراقبة عليكم ومراقبة على الطرف الثالث.
فهو زي ما قلت لكم ندمان، وعاوز يعرف عن طريق قنوة الترو ما الذي كان سبب في إخراج، يعني دفعه على أنكم تخرجوا من حياته. أنتم في مراقبة، وغالبا الإنسان ده يا إما حصلت له حادثة مؤخرا، يا إما فقد الشغل بتاعه، يا إما فقد فلوس، وهو دلوقتي بيمر بمرحلة صعبة جدا زي ما قلت لكم، مرحلة نفسانية مش نفسيته مش كويسة، ناحية المادة مش كويسة، متلخبطة عليه الأمور. عشان كده هو دلوقتي قرر إنه يشوف عبر قنوات الترو أو قارئ ترو إيه اللي بيحصل اللي وصله للنقطة اللي هو فيها دلوقتي. دلوقتي نشوف طاقة الطرف الثالث، وهل في حاجة عاوز يعملها الطرف الثالث كتهكيل للعقل الباطن للطرف الثالث. الطاقة الرئيسية للطرف الثالث The Ten of Cups، لا فرحان بالعلاقة اللي هو فيها مع الطرف الثاني بتاعكم. الطرف الثالث غالبا في حد مساعده في اللي بيعمله معاكم ومع الطرف الثالث، أو في حد مقرب لا تقل الطرف الثالث. الطرف الثالث ده يعني خبيث جدا، يعني قوة الخبث اللي عنده سبحان الله، بيتلون زي السحلية لما تحطها في مكان أسود تصبح أسوداء، أزرق أزرقاء، بتتلون من لون ميت لون. فدايما في حد بيساعد الطرف الثالث على إنه يعني على إنهم أو على إن الطرف الثالث يستقر في علاقته مع الطرف الثاني. وغالبا الطرف الثالث لو نربط كارت يعني الايس اوف وانز، لكن بكروت افتر تارو هنا فيه السحليه، لو نربط السحليه مع كارت ذا هيرميت الذي قصاده الذئب، وكارت ذا كوين اوف وانز الذي معاها الاسد وبرج الاسد والقط الاسود ده، يعني غالبا فيه حد بيساعد الطرف الثالث على انه يعمل اسحار عشان يجذب له الطرف الثاني ويستغله ماديا زي ويلعب بيه زي ما هو عاوز، ويتحكم في تصرفاته في رغباته في كل حاجة. زي ما نشوف الكوين اوف سورس هنا قدرت انها تجيب الفراشة وتسيبها تقف على رأس السيف ده، مش اي حد يقدر يعمل كده. غالبا السحر ده هيتكرر الايام المقبلة، لكن كل اللي عمله الطرف الثالث ده وحاوز يعمله ربنا هيوقعه في الحفرة اللي هيحفرها للطرف الثاني أو لكم أنتوا، كما تدين تدان. إيه كمان؟ هل في تفسير للكلام ده؟ زي ما قلت لكم كما تدين تدان، شوفوا الأعداء غالبا هينقلب السحر عليها على الطرف الثالث، وربنا هينصركم انتم. شوفوا كده لما نحط الاوراق الاثنين مع بعض، انتم ستنتصرون على الطرف الثالث الذي تدخل ما بينكم ما بين الطرف الثاني بتاعكم. اهو الانتصار مرتين، هترجع الكارما على الطرف الثالث، ويعرف الطرف الثاني بتاعكم، وهيعترف كمان الطرف الثالث على انه تدخل بسحر عشان يعني يستغل الطرف الثاني بتاعكم ماديا، وخاصه يعني الطرف الثالث الحاجات اللي هتحصل له. اهو سبحان الله انا بتكلم الكروت بتاكد كلام، الحاجات اللي هتحصل له كلها هيتاكد انها كارما، يعني رجعت عليه قصاد الظلم اللي ظلمكم به الطرف الثالث ده. ربما حصل لكم عملية جراحية أو من كتر الزعل يعني أصبح عندكم ضغط دم، سكري، مرض في القلب، أو تهيؤات، حاجات زي كده.
فالطرف الثالث بعد ما هتجيله الكارما هيعرف انه ظلمكم ويكون عاوز انكم تسامحوا، وده هيقعد من ايديكم انتوا. بالطبع الابراج التي تنطبق عليها القراءه دي 100% برج الحمل، برج الميزان، وبرج الثور. 80% برج الجدي، برج الحوت، وبرج الجوزاء. 60% برج القوس، برج الدلو، وبرج الأسد. 50% برج السرطان، برج العذراء، وبرج العقرب. إلى هنا وصلنا نهاية هذا الفيديو. أقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى. مع السلامة.